السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. شهدت الطريق الواصلة بين محافظتي تعز ولحج في منطقة المقاطرة اليوم سيولا ضخمة جرفت سيارات المواطنين ومنازلهم وأراضيهم الزراعية، ما أدى إلى مقتل 10 مواطنين وتهدم العديد من المنازل والمزارع الواقعة بالقرب من طريق المقاطرة هيجة العبد. ولا تزال عملية البحث عن بعض المواطنين المفقودين الذين غيبهم السيل جارية حتى اللحظة. وإزاء هذه الكارثة أطلق المواطنون نداء استغاثة للسلطة المحلية في محافظتي تعز ولحج وأيضا للتحالف العربي والمنظمات الإغاثية لإنقاذهم من هذه الكارثة التي لم تصل أي جهة رسمية أو غير رسمية لمواجهتها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. مشاهدينا، حول مقتل 10 مدنيين وفقدان آخرين جراء سيول في الطريق بين تعز ولحج وأيضا إطلاق نداء استغاثة للمواطنين هناك، ستكون حلقتنا لهذا المساء من زوايا الحدث. إذن يضطر المواطنون في تعز لسلوك طريق هيجة العبد للسفر إلى عدن نظرا للحصار الذي تفرضه الميليشيا على المدينة منذ قرابة 3 سنوات، وبدلا من أن يسافروا عبر طريق الراهدة الذي يأخذ حوالي ساعتين يضطرون حاليا للسفر عبر طريق هيجة العبد الذي يأخذ قرابة نصف يوم يتخللها الموت أحيانا كما حصل بالأمس، خاصة في ظل عجز السلطة المحلية عن تعبيد هذه الطرق في وضع تعيش فيه محافظة تعز شللا تاما في إنجاز أي وظيفة خدمية تتعلق بمصالح المواطنين. مشاهدينا، سنبدأ النقاش مع ضيوفنا لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. كارثة جديدة بين تعز ولحج، سيول ضخمة أخذت معها أرواح 10 مدنيين، فيما لا يزال كثيرون في عداد المفقودين حتى الآن. في طريق خطر ووحيد اضطر المدنيون في تعز خوضه بسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيا على الطرق الرئيسية من جهة الراهدة للمواطنين العابرين باتجاه لحج وعدن. في هذا الطريق يخاطر المدنيون بأرواحهم ويفقدون أحباءهم وذويهم. وبالإضافة إلى عشرات المدنيين جرفت السيول منازل بعض المواطنين والعديد من السيارات والشاحنات ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية. مواطنون قالوا إن طريق المقاطرة مقطوع منذ عصر الاثنين بسبب السيول، والناس يبحثون عن ذويهم المفقودين دون جهود إغاثية من قبل السلطة المحلية أو المنظمات الإغاثية. المواطنون أطلقوا نداء استغاثة لقيادة السلطة المحلية بمحافظتي تعز ولحج ولقيادة التحالف العربي والمنظمات الدولية لإنقاذهم من هذه الكارثة، خصوصا وأن المنطقة تشهد منخفضا جويا يزيد من احتمال استمرار السيول ويضاعف الأزمة الإنسانية. يتزايد عدد الضحايا بشكل متسارع، أما استجابة الحكومة فلا أحد يعرف متى ستكون، فلا شيء طارئ لدى الحكومة ولو كانت أجساد مدنيين بعضها عثر عليه والبعض الآخر في المزارع وبطون الأودية. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا الآن من مديرية التربة بتعز أحد الناجين من كارثة السيول اليوم السيد خالد علي عقلان. سيد خالد، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد خالد. في البداية، وأنت أحد الذين نجوا من الغرق في السيل الذي حصل في المقاطرة، احكي لنا كيف حصل وما الذي حصل بالضبط في هذه المنطقة؟ شهدت بالأمس المديرية سيول جارفة وخسائر بشرية ومادية، كارثة طبيعية بسبب السيول الجارفة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها في أول ساعات الفجر والتي تسببت في العديد من الضحايا والوفيات والأضرار المادية. الكارثة تركزت في المقاطرة الشرقي في الأودية التي يمر بها الخط الرسمي بين محافظة عدن ولاحق وتعز. الأمطار بدأت فجر يوم الاثنين أم الثلاثاء؟ أمس الليل، في أمس يعني من أمس بعد منتصف الليل، يعني صباح اليوم يعتبر. أيوة نعم، أكمل. أيوة، الكارثة تركزت في المقاطرة الشرقية في الأودية التي يمر بها الخط الرسمي بين محافظات عدن وتعز، ونتيجة ازدحام الخط في قرب أيام العيد جرفت السيول العديد من السيارات وشاحنات النقل وخسائر في الأرواح والممتلكات، وإلى الآن تم انتشال 10 جثث ولا يزال
ولا يزال البحث جاري في الأودية عن المفقودين من سائقي الشاحنات والمسافرين، وأطلقنا نداء استغاثة وإلى الآن لم يصل يعني لم تصل أي جهة إلى هذه المسمى، سوى لم تصل أي جهة من السلطات المحلية أو أي منظمة، إلا أنه قام رجال أعمال خير في سيئة الطرقات الآن نظرا لازدحام الخط وانقطاع الخط. رجال خير بادروا في جاب الشاولات ودركترات وقاموا بمسح الخط، إلا أن الخط لا يزال. نعم خالد، ولو قطعتك هنا، يعني أنت أحد الناجين من هذه الكارثة والحمد لله على سلامتك، ولكن ما الذي حدث لما حولك في هذه المنطقة؟ يعني كيف حدث هذا؟ حدثت قلنا في ساعات الفجر الأولى، ونظرا لكون المنطقة الوقت ليل، ما حد يتوقعش انه في هذا الوقت انه كان بتنزل سيوف، والمواطن طبعا يمشي امن في الليل، فتفاجأ الناس بس في الساعات المتاخره من الليل، وكان طبعا لا اي احد ساهر على المديرية ولا احد يعرف انه في سيول قادمه من الالاف، فكان المواطنين في الخطوط، فالسيول نزلت بغزاره، الامطار كانت غزاره فنزلت سيول جارفه، نعم. فكان حجم الكارثة كبير بمعنى الكلمة. يعني الطريقة التي كنتم تسلكونها خالد، هل هي في قلب الوادي أم في يعني في منحدرات جبلية؟ لا في قلب الأودية، في قلب الأودية كون الطريق، يعني تفاجأتم في لحظة من اللحظات بالسيل أمامكم؟ أيوة في السيل أمامنا، وفي قلب الأودية كان كان الطريق ستمر طريق اسفلتي، الا انها تعثرت لها اكثر من 10 سنوات، وصلت الى منطقه وتعثرت نتيجه عجز السلطه المحليه والدوله، في حدثت مشاكل امنيه وكذا وسقط الطريق. نعم فالان كون هذا الطريق هو الوحيد طريق، نعم. الرابط بين عدن وفايز اللي يمر عبره المواطنين والشاحنات والغذاء وكل المعونات اللي تمر الى، والآن الخط مزدحم قرب العيد، لو نظرت الآن ونزل الفريق من قناة التصوير رأيت الناس كلهم في جنبات الطريق، الشاحنات الكبيرة كلهم ما لا أحد يستطيع المرور إلى الآن، فقط الكراسة هذول السيارات الدبل هذه فقط لا غير، نعم سيارات كبيرة لا تستطيع الآن لا تستطيع العبور. نعم خالد، في السيارة التي كنت أنت مسافر فيها، يعني أنت الناجي الوحيد أم أنه تم إنقاذكم جميعا؟ نحن كنا قمنا ببداية طريق، كان في طريق اللي كان هذا سيعبد في جدران ساندة فيه، فوقفنا أمامه لإنقاذ، ننتظر كنا شخص قادم من مدينة المدينة على أساس أنه كان بينزل لنا ويبلغ تبع الشركة، نذهب إلى محافظة على التخدير قرب العيد، فصاحبنا هذا تفاجأنا انقطع الاتصال معه، فحاولنا كنا بنذهب لإنقاذه، إلا أننا برضو قطعنا نحن من الجانب الآخر، ما عاد استطعناش العبور والوصول إليه. نعم. فبحمد الله وسلامته انسحب حقه وهو نجا عقوبة من هذا السيل، والخطوط الأمامية اللي كانت قد عبرت الشاحنات كونها ما تستطيع التفاجات بالسيول التدوير أو أي حاجة، فغرقت وراحت تشناهم في الصباح الباكر، ولحد الآن في مفقودين لحد الآن لم نستطيع العثور عليهم نتيجة السيول الجارفة. السيول قصدت يا أخي العديد من الدكاكين والمحلات التجارية التي على الخطوط والآبار اللي يشرب من الناس، لكن يا خالد عملية الإنقاذ التي تمت يعني الواقعين في هذه الكارثة هي مبادرات من أشخاص من أبناء المنطقة، لا يوجد أي تحرك من جهات رسمية؟ لا ما فقط جهود شخصية، وكانت المقاومة في المقاطرة المتوسلة للأستاذ أبو بكر القبولي قام تحريك الأطقم حقه وإنقاذ جميع الأفراد اللي كانوا يستطيع إنقاذهم، وجهود شخصية من المواطنين. نعم
بالنسبة للمعلومة أنت تحدثت أن عدد الذين قتلوا بسبب كارثة السيول هم 10 أشخاص، بينما أيضا هناك تحديث للمعلومات لا ندري ما مدى دقتها، هو أن العدد وصل إلى 18 شخص. لا، كون الوادي لا إلى الآن أصلا وادي المقاطرة حوالي 10 كيلو أفهم الآن من رأس هيئة العرض إلى طور الباحة، فالوادي طويل جدا والسيول والناس على هذا الطريق. قد يكون هناك أفراد مفقودين من سيارات أخرى، لأن الناس صدقوا لك مسافرين في العيد الآن، سيارات طوالين وابير كله يعني. وللآن قد نقول لك نبحث عن مفقودين، لازلنا للآن في ناس مفقودين من المسافرين لحد الآن لم نستطيع الحصول عليهم. نعم خالد، كلمة تود توجيهها للجهات المعنية بهذا الخصوص؟ عبر قناة بلقيس الرائعة نناشد كل الشرفاء في هذا الوطن على رأسهم الرئيس عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء وكذلك التحالف العربي، هنا وكذلك التحالف العربي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاقل ومعالجة الأضرار التي خلفتها كارثة السيول بالمديرية. نعم. كون السلطة المحلية وقفت عاجزة عن إداء دورها في المديرية. نعم، إذن أشكرك جزيلا السيد خالد علي عقلان أحد الناجين من كارثة السيول التي حدثت في مديرية المقاطرة، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن من المقاطرة مدير مديرية المقاطرة الأستاذ عمر الصامتي. أستاذ عمر مساء الخير. مساء النور، حياك قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ عمر، أنتم كسلطة محلية كيف تابعتم كارثة جرف السيول لسيارات المواطنين وأيضا للمنازل والمزارع في المنطقة؟ والله اولا بصراحه نشكر قناه بلقيس على يعني تلمسها ويعني ونقل الحقيقه. اليوم حلت علينا في مديريه المقاطر كارثه بحق الانسانيه، يعني من خلال الامطار الغزيره التي هطلت في الساعه الثالثه يعني فجرا، وكان الناس يعني في سبات عميق من النوم ولا يدرون ما حل بهم حيث تواجدت السيول امامهم، فتم غمر حوالي 15 شاحنة إضافة إلى 3 سيارات صغيرة تحمل ركاب. طبعا الكارثة كانت مهولة جدا، تم انتشال 8 أشخاص ودعم يعني وتوجههم إلى مستشفى التربة وتعرف وتم التعرف عليهم من أهلهم. الكارثة لا زالت قائمة، هناك بحث جاري من قبل المجتمع على ناس مفقودين، لكن الوادي يعني شديد الرمال وقوة السيل لم نستطيع أن نبحث عن أي جديد لحد الآن. نعم سيد عمر، يعني هل لديكم حصر كامل للأضرار التي خلفتها السيول، خصوصا أن هناك أنباء تتحدث أن عدد الذين سقطوا أو الذين قتلوا جراء هذه السيول هم 10 أشخاص، بينما أنت تحدثت الآن أنهم 8، بينما هناك معلومات أخرى تقول أنهم 18 شخص. والله نحن عندما يعني وصلنا خبر الساعة 3 صباحا تم تكليف بعض الشباب بالبحث بالأودية ولا أماكن الأراضي التي والسيارات، لكن وجدنا العدد الموجود حاليا بدقة هو 8. هناك بحث جاري لكن لا ندري، ما عندناش إحصائية للناس الذين فقدوا بسبب قوة السيل، قد يكونوا مطمورين تحت الأرض وهذا صعوبة جدا نحن نواجهها في السلطة المحلية. ناشدنا المنظمات الدولية بالتدخل بتوفير لنا ما يمكننا أن نسحب به الشاحنات من الوادي، لا زالت الشاحنات مطمورة إلى وقتنا هذا، فتحنا الطريق بجهود شخصية من قبل الأهالي ومن قبل الناس الخيرين، لكن أنا يعني لم نستطيع أن نؤدي الخدمة الإنسانية بسبب عدم إمكانياتنا الشحيحة والتي لا توجد لدينا في هذا الجانب. نعم، هل لديكم تواصل مع الجانب الحكومي في مواجهة هذه الكارثة والقيام بحلول؟ نعم، نحن أبلغنا قيادة المحافظة ممثلة بالأخ المحافظ الدكتور ناصر خبيجي محافظ لاحق عبر العمليات، وهناك تواصلنا مع عدة منظمات في عدن، منظمة انترسورس، منظمة أكسفام، منظمة الهجرة الدولية، الذين هم استجابة طارئة على أساس أنه سيتم التدخل
في بعض الاشياء اللي يمكن يقدروا يوفروها. هذا بالنسبه للمنظمات الانسانيه انهم كما قلت لديهم استعداد في الاستجابه، بالنسبه للجانب الحكومي ماذا كان ردهم؟ الجانب الحكومي نحن ناشدنا من قبل ان تحل الكارثه على مديريه المقاطر، هناك طريق هجه العبد، الطريق الرئيسي الشرعي التي هي شريان الرئيسي لمحافظه تعز التي تقوم بنقل الاغاثه والتموين والركاب من جميع محافظات الجمهوريه. هناك في مسار هيكة العبد في الخط الاسفلتي تشققات، وهناك الوادي الذي اليوم وقعت فيه الكارثه ضيق جدا، لا يستطيع الشاحنه ان تعمل حتى اذا وجهت السلم تستطيع ان تلف فيها، ضيق جدا. هناك مشكله معانا طريق هيكة العبد لم تستكمل 11 كيلو متر الذي تبقى من عدم استكمالها، واذا كانت موجوده او نفذت لا تحل هذه الكوارث في هذه المدينه. لكن نقول ونوجه نداءنا الرئيس الجمهوريه سيد عمر، انتم ناشدتموهم بان يتم تعبيد الطريق قبل حدوث الكارثه، وهذه الكارثه قد حدثت حاليا، ماذا كان ردهم بتواصلكم معهم؟ قبل حدوث الكارثه يعني هناك يعني ردود انه لا توجد امكانيات وموازنات في الدوله. نعم، واليوم في حدثت الكارثه تواصلتم معهم، هل هناك تحرك بجهود انقاذ الناس وتعويضهم وايجاد حلول كي لا تتكرر مثل هذه الكوارث مره اخرى؟ طبعا الكوارث هي من الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع احد ان يضمن ان لا تقع كوارث، لكن هناك ما نستطيع ان نوجهه للسلطه المحليه بالمحافظه وممثلة بوزير الاشغال ووزير الاداره المحليه ان توفير اقل ما يمكن، ووجهنا وناشدنا ان توفير بعض الاليات والمعدات التي تقوم بالانتشال او فتح الطرقات. اليوم الطرقات فتحت، الطريق الرئيسي لهيكة العبد، لكنها في طرقات فرعيه في منطقه الاشبوط، في منطقه الزعيمه والبعيمه مغلقه لحد الان، لا يستطيع السكان الوصول الى الاسواق بسبب انهيارات الطرق وتخريبها بشكل كامل. طبعا ظروف السلطه المحليه جدا لا توجد موازنات، نحن لا يعني مديريه المقاطر شحات الامكانيات عندنا، ناشدنا توجهنا الى الله سبحانه وتعالى ثم الى فاعلين الخير والمنظمات الانسانيه. الدولة لحد الآن لم تستطيع توفير أقل ما يمكن شيء ليقوم برد بانتشار القاطرات الموجودة في الوادي. نعم، كل ما يحدث الآن هو يعني جهود ذاتية من أبناء المنطقة فقط لا غير. ذاتية من أبناء المنطقة، وهناك فيها يعني وعود من السلطة المحلية بمديرية شمعتين كونها يوجد لها معدات في هذا الجانب، احتمال بكرة يعني يزودونا بشيء ونقوم بإخراج القاطرات المدهونه. لحد الان القاطرات 15 قاطره مغموره في الوادي، يعني تحتاج الى ونش وتحتاج الى شاولات، ونحن صعوبتنا مهمتنا بجهود الاهالي فتحنا الطريق من اجل المسافرين يستمروا يعني بالمرور الى التربه. نعم، يعني الان هو يعتبر هذا الطريق الوحيد الواصل بين تعز وايضا المحافظه الجنوبيه لحج وعدن، خصوصا ان هناك طريق مغلقه وهي طريق الراهده. هل بالفعل تم فتح الطريق وعادت الامور لطبيعتها، اما ما زالت الطريق مقطوعه امام المواطنين؟ الطريق الحاليه هي طريق تمر عبر المحافظات الجنوبيه وبالذات محافظات الجوف ومارب، يمر عبر عدن ثم الى تعز. لكن الان المشكله قد في الايام القليله او في اليومين الاخيرين تقع امطار وتتكرر الماساه. ناشدنا اصحاب القاطرات واصحاب السيارات الاجره انه في الليل يتم عدم التوقف على التوقف عن عدم الدخول في هذا الطريق لخطورتها حتى يتم الصباح ومعرفه الواقع ويمشي السائق يعني على بينه من عدم وجود اي سيول قادمه من المنطقه. نعم، التي تسببت في كارثه اليوم. نعم، لكن يعني هذا الطريق الوحيد حاليا الواصل ما بين تعز تحديدا وعدن. لا نعم، هذا الطريق الوحيد اللي تمر فيها الى تعز. هناك في طريق تمر في مفرق طريق الفرشه ثم الى القبيطه ثم تدخل الى الراهده الحوبان، لكن طريق صعبه. اما الطريق السهله اللي هي تعتبر اسهل طريق لم يوجد فيها تواجد الميليشيات الحوثي، فهي طريق هيكة العبد التربه تعز. وهذا الطريق ما زال مغلق ام تم فتحه حاليا؟ تم فتحه حاليا، والامور تمشي الان بصعوبه بالنسبه لناقلات الشاحنات الغذاء وكذلك السيارات الاجره الصغيره تمشي بصعوبه، بس الامور يعني لحد ما مفتوحه، لكن المخاطر لا زالت قائمه. والناشد رئيس الوزراء ورئيس هنا بس هنا تحديدا يعني بشكل عام سيد عمر، لو لديكم رساله او نداء انساني سواء الجانب الحكومي او
المنظمات الإغاثية. تفضل عبر قناة بلقيس. لدينا نداء للمنظمات الإنسانية والإغاثية بالتدخل السريع، كونها لديها إمكانيات مستعجلة وعندها خطط طوارئ بالتدخل في حماية الطريق أو في فتح الطريق لسهولة حصول السيارات على النقل. لكن لدينا أيضا نداء حكومي بأن طريق هجية العابد معرضة للانهيار، سواء الخط المستفلت أو الأودية الموجودة باستكمال المشروع الحيوي الذي يعتبر الجوهر، ويعني جوهر حركة التنمية في مديرية المقاطرة، مرورا بتعز ثم إلى عدن. وإذا انجزت هذا 11 كيلو سيكون المواطن سهل الصعوبة، سهل التحرك إلى منطقة تربة من طر الباحة ما يتجاوز 45 دقيقة، ولم يتم تسجيل أي حوادث بالنسبة للسيول، وتستطيع التحرك بأمان وسلامة. نعم، إذن أشكرك لحد الآن. عفوا، نعم. وزير الأشغال، نحن تواصلنا عبر مكتب تعز وعبر إدارة الأشغال في تعز، لأنها هي المسؤولة عن ترميم طريق هجة العبد، لكن هناك روتين إداري في الوزارة والجهات الحكومية يعني غير قادرة بالشكل الذي نحن نتوقعه في الاستجابة لهذه العملية الإنسانية. إذن أشكرك جزيلا مدير مديرية المقاطرة الأستاذ عمر صماتي، كنت معنا عبر الهاتف من مديرية المقاطرة، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن أيضا من المنطقة ذاتها من مديرية المقاطرة الصحفي عمار الزريقي. سيد عمار، مساء الخير. مساء النور أخي. أهلا بك سيد عمار. يعني بحكم تواجدك حاليا في منطقة أو مديرية المقاطرة وأنت تتابع الأحداث هناك عن قرب، يعني ضعنا في صورة ما حدث ويعني التفاصيل عن الضحايا والخسائر المادية التي حدثت جراء هذه الكارثة. الصورة أولا، وادي المقاطرة أو طريق هيجة العبد، ماذا ثاني؟ ثاني أنه إعادة الحصار عن مدينة تعز مرة أخرى، فهو الشريان الوحيد لتغذية محافظة تعز بشكل عام، وأيضا بعض المحافظات المجاورة بالغذاء أو الدواء وغير ذلك. فغلق الطريق بالسيول وبما حدث ليلة أمس بدون أي تدخل من أي منظمة أو من الحكومة الشرعية أو غير ذلك، فالطريق إلى الآن ما زالت مغلقة أمام الشاحنات، خصوصا الشاحنات المتوسطة والشاحنات الكبيرة. سيد عمار، هل معلومتك دقيقة بهذا الخصوص؟ لأن مدير المديرية كان معي منذ لحظات يقول أنه تم تجاوز المشكلة وقد فتحت الطريق. ليس التجاوز الكبير، هناك كثير من المواطنين يتوقعون إذا قدر الله سبحانه وتعالى عاودت الأمطار من جديد الهطول في هذه الليلة، ستكون كارثة كبيرة جدا، أكبر من كارثة ليلة الأمس. فكثير من الشاحنات ما زالت تنتظر رفع الشاحنات التي غرقت أو التي ما زالت مدفونة بالأتربة. نعم. فأعتقد أنه يعني لابد من التدخل، يعني من التدخل السريع. نعم. سيد عمار، أيضا هناك تضارب في المعلومات، مدير مديرية المقاطرة أكد لنا أن عدد الحالات التي أو الضحايا الذين تم يعني معرفة أنهم قتلوا في هذه الكارثة هم 8 أشخاص، بينما هناك أخبار من صباح اليوم تقول أنهم 10، وأيضا هنا قبل لحظات هناك أخبار تقول أنهم 18 شخص. هل لديك معلومة دقيقة بهذا الخصوص؟ المعلومة الدقيقة التي 4 جثث وصلت إلى مستشفى خليفة بالتربة، وهذه معلومة مؤكدة 100%. الجثث الأخرى التي تحدث عنها مواطنون في منطقة يعني حدودية مع مديرية طور الباحة، انتشال 4 جثث أخرى. هذه كانت المعلومات يعني ظهرا. بعد ذلك مع تواصل عملية البحث، لأنه أودية متفرعة، بالفعل تتجاوز 15 حالة، يعني 15 جثة إلى الآن. يعني الجثث تجاوزت 15 جثة. نعم. نعم، إذن أشكرك جزيلا عمار الزريقي صحفي، كنت معنا من مديرية المقاطرة، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معي أحد الناجين من كارثة السيول التي حدثت في مديرية المقاطرة، السيد خالد
علي عقلان، وأشكر أيضا مدير مديرية المقاطرة الأستاذ عمر الصماتي، وأيضا شكر للصحفي عمر الزريقي كان معنا مؤخرا من مديرية المقاطرة. مشاهدينا ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة ليلة أسامة القطيبي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله.